عدنا لحضراتكم ومن البيوت التي تعاني الأمرين من بعض الأمور الخاصة بالجدران والأعمدة إلى ما يسمى شائعات في مجال أو فيما يخص البنزين. إحنا بنقرأ الصحف كويس قوي وخصوصا الصحف المصرية المحلية يعني، وبالتالي ما بيكون في جدل في حاجة معينة برضو الأفضل نرجع للمصدر. لما تقول صحيفة زي البوابة، والبوابة رئيس مجلس إدارتها سيادة النائب دكتور عبد الرحيم علي، وهو يعني عضو برلمان بارز، ويكتب وبيكتب زميلنا خالد أحمد إن البنزين يشعل البرلمان والبوابة تنفرد بكواليس المعركة وخلاف حكومي على موعد تطبيق زيادة 35%، والمجلس يتحفظ وصندوق النقد يطالب بالإسراع، وكأن بالفعل في معركة جوه البرلمان بشأن زيادة البنزين بكل إطار. وذكر المصدر أن هناك اقتراح لتفادي الأزمة ورفع أسعار بنزين 95 بنسبة 50% وإضافة 50 قرشا على سعر بنزين 92 حتى تتأمل الفئة الأعلى دخلا فيه الزيادة والآخر. ده كلام في منتهى الأهمية ومش عايز أقول الخطورة، لكن في ظل وجود السيد السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، يعني الله يكون في عونه برضو الحقيقة، يعني ما بيلحقش لكن للضرورة أحكام. برحب بيك سيد السفير، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الله يخليك يا فندم. انا مش هزعك حضرتك في اي مجال الا او في اي قطاع اللي هو في حتة البنزين بس. لا اتفضل يا فندم. هل البنزين في نية من الحكومة، تاني معلش بنكرر السؤال ده مرة واثنين وثلاثة، هل في نية من الحكومة لرفع سعر البنزين خلال الايام القادمة او شهر ستة الجاي او لاخره؟ هل في نية في هذا الاطار؟ لا يا فندم مفيش اي حاجه. الخبر اللي حضرتك اشرت اليه دلوقتي يعني الخبر مش، لا مفيش اي شيء من هذا الكلام خالص. مش دقيق. لا مش دقيق، مفيش اي شيء من هذا الكلام، لا يوجد اي يعني مناقشه حول رفع البنزين او ما شابه. طيب معلش هعرج برضو في البنزين او في الطاقه. موضوع اعلان شركه ارامكو بخصوص انه عودة التدفقات البترولية والاخر، هل نما الى مجلس الوزراء؟ امتى هيتم هذا الامر؟ الحقيقة انه الموضوع كان يعني كما اشار اليه السيد وزير البترول، ولكن اعتقد انه الامور يعني قريبا ان شاء الله هترجع الى مجاريها، وهناك اتصالات جارية بين وزارة البترول والشركة يعني لترتيب الموضوع بشكل يعني دقيق. مش عارف ولا حضرتك هو ليه اتقطع وليه رجع، يمكن ده مش من تخصص حضرتك يعني، يمكن ده ملفات او هذا الملف يمكن يعود الى جهة اخرى يعني، لكن في تطمينات ان شاء الله ان الامور تعود الى طبيعتها بين مصر والسعودية ان شاء الله باذن الله. طبعا ده بكل تأكيد، واعتقد ان موضوع البترول ده كان يعني موضوع منفصل يمكن، وان شاء الله يرجع تاني والامور تبقى في مسارها الطبيعي بالنسبه لاستيراد البترول من السعوديه باذن الله. بس انا ليا طلب عند حضرتك، رجاء من اخ يعني. تفضل. بس الحكومه تفعل دورها شويه في ضبط السوق. في ضبط السوق. السوق يا فندم يعني الكلام كويس قوي والتصريحات وردية وزي الفل، لكن والله العظيم يا سيادة السفير السوق صعب للغاية. أنا الحقيقة أنا بشتري حاجة بيتي، يعني أنا من الناس اللي أنا بتكلم على السعر، على الأسعار الخاصة بالسلع. السوق محتاج يعني إن احنا نفضى شوية ليه. أنا عارف يعني المهام الجسيمة. يعني خليني أوضح لحضرتك برضو نقطتين. اولا هي فكره ضبط السوق، طبعا الحكومه يعني مهتمه بيها، في سلع اساسيه، سلع مهمه بتمس المواطن البسيطي. الحكومه بتتدخل، يمكن عندها ادوات مختلفه للتدخل. احيانا بتقوم بالاستيراد هي بنفسها، احيانا بتقوم بحملات تفتيشيه، واعتقد انه على مدار الفترات اللي فاتت تم الاعلان بشكل دوري على اكثر من حمله قادتها وزاره التموين ووزاره الداخليه. تمام. احيانا بيكون في جهد مكثف لان يكون في
منافذ البيع متنقلة بتروح للأماكن الأكثر احتياجا. تمام. يعني هناك في آليات مختلفة الحكومة بتحاول تتدخل بيها علشان ترضي المواطن وتحاول توفر له السلعة الأساسية له بالكميات أولا وبالأسعار طبعا المناسبة له. طيب هو أنا مش بشكك، لكن أنا بقول لحضرتك إنه الأمر يحتاج يعني إنه نشد أنا فاهم شوية. إن الأمر نشد شوية يحتاج، لأنه في والحكومة معاناة كبيرة. يعني عينها على الموضوع بشكل بإذن الله. مستمر، وزي ما قلت حضرتك الجهد مستمر في هذا الإطار، بإذن لكن الله. طبعا السوق بتحكمه آليات مختلفة، ويعني نتمنى أحيانا الاستقرار يا فندم، نتمنى إن شاء الاستقرار الله بإذن والتوفيق للحكومة. بشكر حضرتك سيادة السفير أشرف سلطان، الراجل ده في غاية الاحترام الحقيقة، يعني الواحد يقول اللي ليه واللي عليه، واحد من المتحدثين الرسميين وهو متحدث رسمي باسم مجلس وزراء في غاية الاحترام والتقدير، ويعني متابع جيد جدا لحال الصحافة في مصر وحال البرامج الفضائية في مصر.